يعني الفرق بالإمكانيات، يعني كل عدم خروج الكرة هذا فرق بالإمكانية. يحاول فيها محاولة تسديدة، الله الله الله، يا عيني على النصر النيجيري. 2014 الحديث يأتي عن نسترو أحمد موسى مر، يلعب كرة، الله، سيحاول المرور. بعد ذلك تقدم موسى، مرر لحمد الله، 1-2 امرابط، الله. من تلك المباراة قبلها ايضا في كرة، يا سلام يا خالد، الله 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 على التمريرة الساحرة من خالد. جوليانو مرة ثانية، جوليانو يلعب كرة لأحمد موسى، أحمد تقدم، أحمد مع الكرة، أحمد موسى انطلاقة، تمريرة لعبد الرزاق، الله الله الله، هدف حدين الفريق الكبير. هذه كرة ملعوبة للأمام، يحاول مر، ملعوبة جميلة جدا، فوتها، محاولة موسى، تسديدة، يا عيني يا عيني يا عيني، تمريرة ملعوبة في الجهة اليسار إلى أحمد موسى، انطلاقة من أحمد موسى، موسى عدى، موسى انطلق ولعب عرضية باتجاه الظاهرة، عبد الرزاق حمد الله، مر إلى من مر، حمد الله، حمد الله، يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا رباه، مستحيل يا موسى، لا لسه في بدايته، يعني لا يزال موسم طويل، يمكن أن يسجل كثير من الأهداف بعد ذلك. موسى مر، موسى مر، موسى، الحمد لله، حمد الله، حمد الله، الله، اللقب، كرة تصل من جانب السلطاني إلى موسى، موسى مر، موسى عدى بشكل جميل، خطيرة داخل منطقة الجزاء، موسى لحمد الله، كانوا باريتو وأيضا عاد أرتور جورج مرة أخرى، ولكن المحاولة حلوة من جوليانو لموسى، موسى، موسى، الله، حلوة من أحمد موسى، ولكن تألق من خالد شرحيلي. سلاح المرتدات، لكن حتى المرتدات ضعيفة، حتى التحول بطيء، الكرة عادت إلى الدوسري، أحمد قوي، الله، اليوم لكن حمد الله كان فارق عن الجميع، فارق عن الجميع. أحمد موسى الآن يحاول، أحمد يمرر جميلة، وصلت إلى عوض خميس، الله عليك، عندك الهلال، عندك الاتحاد، عندك النصر، أيضا عنده 6 ألقاب الآن. أحمد موسى، أحمد موسى، حمد الله انطلق، حمد الله لعب كرة إلى عبد الرحمن العبيد، ثم أحمد موسى، أحمد موسى من اليسار سددها، كانت فرصة العودة يا رجل، الكرة لصالح الفيصل، لكن صدمت في الدفاع، عادت لموسى، عادت للنصر، عادت بينية لمرابط، لموسى بكرة، وحمد الله، الله من جمعان الدوسري، جمعان، وكرة اللعب لصالح النصر من عبد الرزاق لأحمد موسى، أحمد يحاول، وموسى سجل هدف ثاني، جول إلى بيتروس، بيتروس في كرة وسط ميدان منقولة إلى أحمد موسى، وموسى وصل، أحمد مع الكرة ملعوبة إلى عبد الرزاق، 4 ملعوبة عرضية إلى منطقة الجزاء إلى عبد الرزاق، سقوط، وأحمد موسى يسجل الخامس، الخامس لصالح النصر، 5 أهداف. هنا لقطة هناك في مباراة بالتأكيد لا تجعل الجميع يلتقطون الأنفاس، وهذه كرة تحبس الأنفاس. مع الكرة عدى دي الراوخو، بيتروس ماتيوس، بس إلى حمد الله، العودة إلى موسى، إلى حمد الله، سريع على أحمد، أحمد موسى، 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 من بدري سلطان الغنام جوليانو، وسلطان مرة ثانية، سلطان يلعب كرة إلى الأمام من الجبرين، واصلة من أحمد موسى لعبد الرزاق، عبد الرزاق، حمد الله، عبد الرزاق، وصل الآن بحثاً عن الحاضر، بحثاً عن النصر، الكرة إلى سلطان، سلطان الغنام بيرسل الكرة عرضية رأسية، الله، مستحيلة، بالإضافة إلى بيتروس وعبد العزيز الجبرين وأيضاً جوليان وأحمد موسى وعبد الرزاق، حمد الله، نور الدين برابا، جول، حياة اليسار مرت، تتخلص الكرة وجاءت إلى موسى، لو استلم الكرة أحمد موسى ممكن يعدي، ممكن يمر، يلعب الكرة ذكية، جوليانو، جول،
نصر، فذلك ربما يكون أمر طبيعي. الكرة إلى موسى السادس، موسى جول، موسى جول، جول. لمسة وتغطية وتدخل وصراع بين اللاعبين، يكسب الكرة برابط يلعبها لموسى في المساحة خطيرة نصراوية، خطيرة موسى الحمد لله. يا إلهي يعود سريعا إلى المباراة والكرة ملعوبة للأمام، محاولة أحمد موسى، أوه عبد الرزاق يعد عوض خميس، عوض خميس بيلعب لك كرة إلى موسى، موسى عدى من اللاعب، الله هذه كرات، هذه خطورته، هذه سرعته، يا رب للنصر 4-4 كرة تصل بعد ذلك عند موسى، 1-1 موسى يحاول، موسى مر يلعب كرة جول الأمامية من جديد، هنا المحاولات وأدى الكرة العالية عند أحمد موسى، يسندها حلوة إلى أمرابط، بيحاول لأحمد موسى، موسى يا لعيب يا لعيب أمرابط مع الكرة، الجنرال بقول لك يلعبها عرضية حلوة، محاولة عند حمد الله ولكن فاجنر إلى جوليانو، لأحمد موسى، لجوليانو، لجوليانو عمر أمامية محاولة عند السهلاوي، استلم لنفسه كويس، برافو يا ولد، ده مرابط هو اللي مع الكرة، نور الدين بينية حلوة، المرة دي موسى عرضية من تاني والسهلاوي والكبير الحكم مستمتع بالمباراة والثاني جاي والثاني جاي والثاني جاي والثاني جاي، مستحيلة يا موسى المارد كم يشير إلى استمرار اللعب جوليانو، جوليانو بمهارته حمد الله في نص الملعب سقوط، لكن موسى تسويبة قوية يا رب ضربة أولى كانت من حمد الله، تعود من جديد إلى حمد الله، إلى حمد الله، إلى حمد الله، خطير بيرسل الكرة إلى موسى تسويبة يا رب جوليانو يبحثون عن الموسيقى، لكن انظروا الآن، شاهدوا الآن، أي سرعة، أي انطلاقة، أي كرة، أي موسى، أي صفقة، أي هداف لقاءات الفريقين، واجهت الفريقين، ماجد عبد الله عند 11، عند 11، لكن الآن جوليانو، الله على التفويت، الله!